السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجمعة قيسر قريب الصطاد، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرات والرجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، يلا رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 17 شهر 2023، هل خيرة ولوال جميع المشاهدين قناة زيتون المرجان. تبارك الله تبارك تسهلها على الزين اللي فيه تسهلها. تبارك الله تبارك الله. وهاد الخيرات جملة شحال ما تخطيهم؟ تبارك الله. باش ما كانوا هادو مزيان، باش ما كان باش ما كانوا الزين اللي فيهم والمليح اللي فيهم، باش ما كانوا زينين كما تشوفوا. ما عندي ما نقول تبارك الله، ما عندي ما نقول. هاد الخيرات تنولوها جميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان والحباب تونا داخل الوطن او خارج الوطن. هادو تيقول لنا 2500 درهم ويلي زينين. ما عندي ما نقول، اييه ما عندي ما نقول. برافو. ايوا هاد الشيء ما عندكش حتى ما يكونش. لا لا الزين زين. الزين حابو مولانا واخا يكون من درمانا. تنحيو جميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان كيما تشوفوا هاد الزين. تبارك الله. تبارك الله. الورد. واش زينين ولا كذوب؟ زين. ودي من هذا الرجل دي من تشري شي حاجه ممتازه. الله يحفظك. دي من يشري شي حاجه ممتازه وصاحبنا. هذوك ياك؟ وتا هذو ما عندي ما نقول. خي ترك في البهيم ما بقيتي بنتي لك؟ بقيت تما مالي فين مشيت. والله تبريت لك ما صدقتش. شحال قلت لك؟ راه كنت تحول حدا هي هذيك البهيم كانوا قاسمينها. اييه كانوا دايرين ستة وك ستة وك كنت نشري ديك ستة ستة الاخرين ما كنتش شايهم. حتى جا واحد زرني قال لي تعال ترى البهيم حنا شارينا هاد اخويا بغينا فيها. 50 خلاص. اييه هذا اللي كان. شحال راه حفيدي شحال؟ 38 ما نبيعوهاش ب 38. تبارك الله تبارك الله. البدريه هذه بدريه ياك؟ تبارك الله. دقت براد ديالي لستي فيه العيب خذوا فابور. ما عليكش ما عليكش يا حفيدي ما عليكش. تبارك الله. هاد الخيرات كي تشوفوا معنا في جمعة كيسر. سيراوية ياك؟ تبارك الله. المرقد ديال كان سارح فينا. هذا اللي كان سارح. شكون اللي سارح بك؟ كذبوا عليك تا واحد ما سارح شارين منهن. ما في خلا. صافي فضل يكون حافي. كلام معقول. ما عندنا ما لازم العجل مليح. وما عرفت انا ما شت نعجه. احنا داوين هنا المشاهدين على هاد الخرفات. بغيت نصوركم انا سموتو على الكذوب. العربية اش عطاوكم اخو؟ 135 اللي قاود لي وجهو. واخا تا 135 سنة الحليب الزيتون. سنة الحليب. سنة الحليب اخويا. ثمن الواحد. ثمن 67 و500. 67 و500 البيع قلنا لي 160. او كسيريت. قول 40 قول 40 قول 40 خير خير. 47 سير 47 السي الزيتون ياك؟ ومالك درت يدك كسيرات وما تلافتيش وراك؟ لا خويا راه عندي مليح اخويا راني مبحر. الله يسهل لك. الكبابه كاينه وين ما كاينش دمعه في العين. وشحال الحاج؟ 46 اللي بغيتو فيها؟ الحاج وانت مرحبا مرحبا. باش هي عطاكم شي رباح؟ باقينا الله باقينا الله.
تبارك الله. الخيرات موجودة. 46 الغلم هذه والله لازم عليها ريال. تبارك الله. خيرات موجودة. ما عندي ما نقول. تبارك الله. الله يسهل عليكم. شحال هاد الخيرات تبارك الله؟ 37 مادينهم؟ لا والو ما كاينش زياده. تبارك الله. باش خالصين عطاونا فيهم 4000. 4000 فعلا تيكون مادينهم 37 وعطاهم 4000 هي 38. انا قلت فيهم 40 40 مازال ما عطاوهاش. بدريين فصلين. تبارك الله. لا ما عندي ما نقول. لا كان في البدري والمليح فصلين. تودنيهم كبار كما تشوفوا معنا. روس كل شيء مقادي. ياك اخويا. هذه هي ديال البان ديال العشاق، هذه الناس ملاح. الله يسهل عليكم يا الحباب تونا. ماشي مشكل. عزيز عليا. غير هذا الرجل مشروكته معه بحال بحال، ماشي مشكل. بحال بحال، عطيه أي نمرة اللي بغيتي حاجة مارشة. واخا هاد الربعة قول. زيد 77 زيد 60 زيد 72 زيد 61 هذه هي النمره. هادو راه بدريين ملاح وكاينين حتى هاد الثلاثه كما شفتوا ملاح احسن مكان في السوق. هاد الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناه زيد المرجان والحباب تونا كانوا احسن بدريين كاينين لحد الان في جبهه كيسر. سين اش دير في السن؟ استاذ الحليب فعلا استاذ الحليب تبارك الله. هذه الخيرات في جمعه كيسر تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت ومرجان داخل الوطن او خارج. وهذه الخيرات شحال هذه؟ بحال بحال اللي بغيتي خود ما عليكش. صوري ما عليكش. شي خوضي فين هو البيع؟ البيع ان شاء الله خير ان شاء الله. تكون تاكل مرة السلعة موجودة، السلعة كثيرة. متوكم؟ شحال الثمن تاعك؟ 33 ونص. ما فيهمش ثمن هادو؟ راه فيهم ثمن. ها؟ هادو؟ لا على الثمن بحال ما هادوك الطوال وزينين، الآخرين موالين 50 زينين. وهادو ب 33 جاني فيهم شي ديال الثمن. 33 ونص ثاني 60 ونص. تنحييو جميع المشاهدين قناة زيت المرجان داخل الوطن أو خارج. والثمن هوك هنا الهوك؟ إيوا شنو؟ البارح من عندنا واليوم من عندهم. صافي. وشحال هادوك الخيرات؟ 32 32 عطاونا واحد 150 درهم. 150 درهم صافي. هيا كاينين الورثة. فايتين ثلاثة الورث. أما الورثة ديال الحل المدنية ما كاين حتى واحد. لا تو السوق تو السوق. إيوا من طبيعة الحال. راه عرفنا الورثة تو السوق يكونوا. وهذا هو الحقيقة هي. فايتين ثلاثة هما. فايتين ثلاثة الورثة. اللي مسروقين لنا ثلاثة. يوالف الواحد بركة. قنعوه. جاك بالسمر. ناوي معاك بلا كتو. عارف عارف عارفك. أنا الكلي ديال فيهم قلت لهم 300 درهم أنا الكلي. أنت باغي 2000 لواحد. أنا الكلي ديال بلادك اللي عطانا البركة. يلا الله يسهلها لك يا سيدي. 60 جملة. جملة. تتبيع وتشري ولا كسبتك؟ تبيع وشري. البيع والشراء ماشي حرام. حلال الله البيع والشراء وحرام الربا. تيقول 66 تبارك الله. هاد الخيرات في جمعة كيسر اعطينها ليكم اعطينها ليهم. تيقول هاد الرجل 72 ما كاينش. يفرج الله يفرج الله تبارك الله. غلم زينة توب تاع زين جملة باقا حاجة ما بقى خدت في الدار كما قال هذا الرجل. تقريبا وين الثمن؟ الثمن هو اللي الثمن جابوا الله السلعه مليحه بعدا ما عندي ما نقول ما كاين بس.
شحال اللي بغيتي فيهم؟ اطولك بخير بخير. او دي غادي نشدو بكل شي غادي شحال الخيرات وراهم العوتان تشري هادو وهادو جمله هما شحال هادو شحال هادو 36000 جمله 36100 هادو وهادو هاد الراجل درواش هنايا هاد البدريين تنوريهم جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان داخل الوطن أو خارج الوطن الله الله أمين هادو عطاوك شيم؟ عطاونا 4000 ربع كامل يوبي أنا شرفي 86 كنا عطاوكم 1000 الواحد مادام تيقول 6 والناس مشروكين في هاد الخمسة عطاوهم 4000 ريال دخلنا ولا لا؟ لا سي احمد كي داير؟ بخير ناشط لاباس عليك؟ وشحال الخيرات سي احمد؟ مليون و14 الرجل المخير الرجل المخير انا راه ما نحطش النمره تاعتك واخا ما عرفتيش يوقع احنا ما نقولوا لك انت يا ما تخدم لينا زيد هذاك صاحبي راه يقول لي يلا سير على سي زيد سير على مليون و14 اي خلاص ما سي زيد حنا 53 ونص 53 ونص تا مع عند السي احمد راجل درافات وراجل معقول هنايا في السوق الاسبوعي بجمعة كيسر تيكون تا في السطات واخا غبرتي هاد الايامات كان عيان السي زيد ولي كان عيان ما يكون بس راجل زين هذا ولا شويه تبارك الله حوالي زينين 53 و لا ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول تبارك الله الدمعه والكمامه في الحولي كيفاش؟ الملك اللي يقولها والله من غير الملك والله ما كاينش شي واحد يقول العيد كاين ولا ما كاين الملك والله هو اللي يقول لا اللي يقولها هو الله والملك شوف هذاك الشيء تيبقى لجلالة الملك هو اللي مكلف بالشعب حنا مكرفصين لا تنحيوا جميع المشاهدين قناة زيتون المرجان وهاد الدعايات الخاوية ما تداخلش فيها هنايا الخيرة تنوري الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان تنوريهم هاد الخيرات تبارك الله على السي أحمد الله يسهل